أهلا بكم في بداية ساعتنا الثانية. والعلاج بالطاقة هو علم ذو أصول صينية كانت تستخدمه الحضارات القديمة بهدف الحفاظ على صحة الجسم والعقل والروح. المعالج المتخصص وبحسب القيمين على هذا العلاج يستطيع بحركات بسيطة الاستفادة من حقل الطاقة المحيط بجسم الإنسان، فيساعده على تحقيق الشفاء الجسدي والعاطفي والتخلص من الأسباب الكامنة للألم والمرض دون اللجوء إلى العقاقير. فكيف يتم ذلك؟ وما هي الفوائد الصحية لهذا العلاج؟ وكيف يتم تطبيقه على المريض؟ طيب، للمزيد انضم إلينا في الاستوديو هشام إدلقايد، معالج بالطاقة. صباح الخير هشام. صباح الخير. مستمتع أنت معنا بالأجواء والشتاء والمطر؟ ما شاء الله، جو جميل. أهلا بك هشام. يمكن الموضوع لما بنسمعه، احنا عارفين أنه في الحضارات القديمة زي ما قلنا في الصين أو في الهند أو في مصر حتى كانوا بيستخدموا العلاج بالطاقة. في ناس ممكن تكون معه وفي ناس تكون ضد هذه الفكرة. صح. أنت بتقول إنها هبة. أنا عندي هبة. طيب أنت دعمتها بالدراسة ولا اشتغلت على نفسك باكتسبت خبرة فيها؟ اكتشف يوم بعد يوم. طيب يعني عرفت الموضوع إزاي؟ احكي لنا. الموضوع عرفته من طرف أستاذة تريكي بتشتغل معايا في بلجيكا. جات لعندي قالت لي عندي ألم في الرقبة وأنا بحب المساج يعني تدليك. قلت لها أوكي، عملت لها تدليك وخفت يعني الألم راح. قالت لي بدي أشكرك يعني. قلت لها لا ما تحتاجي تشكرني، بدي أشكرك وأعلمك الطاقة، العلاج بالطاقة. أنا كنت أضحك كلها أوكي why not. رحت على البيت معها، عملت لي تمارين ما نسميه بالريكي، العلاج بالطاقة. وكملت اليوم وبعدها رحت على المنزل، واليوم اللي تابعه رحت على الشغل وكانت عندي صديقة عندها كتف يوجعها، ورحت عندها بضحك قلت لها تعالي بدي أساعدك. قالت لي وعايزة ساعدني. حطيت يدي عليها قالت لي أنا بحس بحرارة. حرارة عادية يعني إيدي فيهم حرارة. قالت لي لا، حرارة مش طبيعية. وأربع دقائق من بعد قالت لي أنا بحس بالنوم، يعني عايزة أنام. يعني أنت بتضحكي. قلت لا أنا أتكلم عن جد. رحت ساعة من بعد ندهت لي قالت لي شو عملت؟ قلت لها ما عملت حاجة، قلت لي الألم راح. طيب هشام، يعني الموضوع قد يكون مبهم بالنسبة لكثير من الناس، ويمكن احنا ما عندنا في العالم العربي خلفية كثير عن هذا العلم، علاج بالطاقة، يعني انت ايش بتعمل بالضبط لما تعالج أحد بالطاقة؟ كيف انت تعرف طاقة الشخص هذا أو كيف تعطيه من طاقتك؟ أو فهمنا كيف ممكن. أوكي. كيف ممكن أنا تعمل. لم زي يعني لما انت تيجي عندي تقول لي انا عندي الم. انا ما بحس بالالم بتاعك لما هون، ما اقدر اقول لك عندك الم هون ولا هون. طيب. لازم احط ايدي واحس الاماكن زي عملت مع مروه، واحس بالاماكن اللي يعني حس ببرد زي التلج ولا حراره، اعرف في حاجه مش طبيعيه. والعلاج يتم لما تقولي لي انا عندي الم في الظهر، مش كافي يعني بدك تقولي لي عندي الم على اليمين على اليسار. واسالك كيف الالم كيف هو. طب وانت ايش بتسوي بالتالي؟ انا بسوي انا كل الكلام اللي بتقوله لي يدخل دماغي واركز على كلامك. وسبحان الله بتحس بالحراره وبتحس بكل شيء. طيب بدين ما حط ايدي ولا اي شيء. الناس اللي بتصدق ومقتنعه بهذا الموضوع ومؤمنه بموضوع الطاقه، الالام اللي انت بتعالجها او الحالات اللي جت لك وساعدتها على الشفاء ايه هي؟ المفاصل كتير، مفاصل، الاكتئاب عملت علاج الاكتئاب وامراض الامعاء، امراض نفسيه كمان مش بس جسمانيه، مش بس جسميه، نفسيه جسميه ونفسيه في منطقه البطن، في البطن، المعده او الجهاز الهضمي. طيب هشام، يعني الشخص إذا حابب يلجأ لهذا النوع من العلاج بيجربه وبيشوف مدى فعاليته مثلا، كم يحتاج من الوقت عشان تبان آثاره عليه؟ أوكي. في الريكي اللي هو عبر الريكي اكتشفت هذه الهبة، الريكي بدك تعمل 30 يوم علشان تحس بالنتيجة يوميا. الغريب في الأمر في العلاج اللي أنا بأديه للناس، يعني تيجي لي
وتقولي عندي ألم ولا بحس براسي مش كويس، هالحين تحس هالحين في نفس الوقت هالحين الألم هالحين. يا هشام معناها أنا أجرب، أنا بعمل لايف في الانستغرام بعمل لايف، الناس بتطلع بتقولي حرقني هون حرقني هون، بتشوفي دقيقتين. طب كيف بتخلص من الطاقة السلبية؟ بطاقتي أنا ولا طاقة الطاقة السلبية؟ هل دي بتأثر عليك الأشياء اللي أنت في البداية أثرت علي شوية، يعني ما كنتش عارف كيف أتخلص منها. يعني رحت على أساتذة في الميدان شرحوا لي بعض التقنيات يعني، الحمد لله من بعد. طب أجل إحنا نحتاجك بعد البرنامج إن شاء الله. رجعك على طول مش بعد البرنامج حجزوه هنا على طول نجرب نشوف فعلا يعني تخف الأعراض ولا لا. مرحبا، نعمل لك امتحان. مرحبا، شكرا جزيلا لك يا هشام. مرحبا. معالج بالطاقة، تحدثنا عن العلاج بالطاقة اليوم.